جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أشرتم شيخ صالح جزاكم الله خيرا إلى بدعة الاحتفال في يوم 15 من شعبان، وهم أيضا يسألون عن هذا الموضوع، فهل من إضافة على ما تفضلتم به جزاكم الله خيرا؟ اليوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان لم يثبت فيهما شيء، لا في قيام ليلة النصف من شعبان بخصوصها ولا في صيام النصف من شعبان بخصوصها، لم يثبت فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يثبت فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز تخصيصه بصيام ولا بصلاة ولا غير ذلك من الطاعات. فإحياء ليلة النصف من شعبان بدعة، وصيام يوم النصف من شعبان بخصوصه بدعة أيضا. نعم.